شوفوا يا حلوين، عندكم سيارة رياضية عائلية، تغنيك عن امتلاك السيارات الرياضية. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، لامبورجيني أوروس. خلينا نشوف كيف السيارة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، فول كاربون كيت ما شاء الله تبارك الله. يا سلام، 8 سلندل توين تيربو 4 لتر أربعين 8670 حصان. يا سلام يا سلام، جنب 23 ما شاء الله تبارك الله، دفع رباعي. يا سلام يا سلام، ايش رايكم؟ ما شاء الله، حتى فيها جناحين يا شباب، شايفين الجناح الاول كاربون والجناح الثاني اللي فوق. برفومانتي ما شاء الله 670 حصان. شوفوا يا حلوين، شوفوا شوفوا ما شاء الله من جوا كيف، شوفوا الجمال، مقاعد رياضية، تطريز. أزيدكم من الشعر بيت، شوفوا الليونة كيف، يا سلام، مقاعد لينة ما شاء الله تبارك الله، يعني حتمشي مرتاح. يا سلام يا سلام، شوف من ورا، طبعا بيبان شفط كمان. واو شاشات، يعني حتى العائلة حتكون مبسوطة. شايفين يا حلوين، موجودة شاشات، مقاعد مطرزة. ايش رايكم نسمع صوتها؟ يلا بسم الله نسمع صوتها. يلا نحط على وضعية سبورت ونسمع صوتها يا شباب. واو، سامعين الصوت كيف تغير على وضعية سبورت؟ واو واو، السيارة توحشت، السيارة توحشت ما شاء الله تبارك الله. واو، ايش رايكم؟ وحش فعلا، قلبت وحش ما شاء الله تبارك الله. سامعين الصوت كيف صار؟ لا اله الا الله ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يا شباب ما شاء الله، نغير في الوضعيات، اسمع الصوت كيف تغير. سبورت، واو الصوت تغير، شايفين؟ حط على كورسا، واو اسمع صوت الكورسا ما شاء الله، ولو ضغط ضغط بطوله ترجع على استرادة. ورجعت السيارة هادية جدا، سيارة عائلية ما فيها أي صوت. وأرجع أسمع الأصوات ثاني مرة يا شباب، أسمع صوت الكورسا كيف ما شاء الله. فعلا يا شباب تصير وحش ما شاء الله تبارك الله. تبغى سيارة رياضية وعائلية في نفس الوقت؟ لامبورجيني أوروس ما شاء الله تبارك الله، بضغط الزر الإكزوست يقلب رياضي وصوت السيارة يتوحش. جميلة جدا بصراحة، جميلة، حبيتها مرة حبيتها. ليش؟ مقاعد لينة، تصميم رياضي، تصميم انسيابي، فول كاربون فايبر، طبعا هذا برفومانتي. ايش كمان يا شباب؟ 4 لتر 8 سلندل توين تيربو 670 حصان، روعه ما اقدر اتكلم فيها، روعه، كل شيء ما شاء الله تبارك الله فيها جميل. 670 حصان.